So, yes, 4 o'clock in the morning, at 6 o'clock, 7 o'clock, they said it's weird enough. So, we can't afford it. Like, if someone has got a family of five. رانا في بورتمان سكوار هنا قدام الخطوط الجويه الجزائريه، وجينا مع خاوتنا الجاليه الجزائريه هنايا باش تظاهروا على البي تاع الصيف هذايا، راهم شعلوا فينا النار. وعود كاذبه، وعدونا باش ينقصوا لنا البي، يديروا لنا ديسكاونت من 50% ل 80%، الله اعلم. فما ما داروا والو على كلين. عندنا خوتنا المغاربه، خوتنا التوانسه راهم قدامنا، البي لتونس ولا المغرب 100 باوند، للجزائر 500 باوند. جو مي دوموند بوركوا. وشنو ثاني يا ربي، الواحد عنده كيما يقولوا غير الصيف باش يحبط مع الفاميليا، يحبوا يخلونا هنايا، ما شغل ما مش حابين نروحوا للبلاد. وشنو ثاني يا ربي، ماذا بينا لو كان يفتحوا لنا يديروا لنا اوبن سكاي، والله مش قادرين ينقصوا لي بيه، يخلوا الشركه الثانيه يا سيدي تدخل البلاد المنافسه، واللي قادر يعطينا اوفر يعطينا اوفر، وهذا ما كان هذا واش نضمونديو. حنا ماناش كيما يقولوا نضمونديو في لامبوسيبل، انا نضمونديو في حاجه بوسيبل. السلام عليكم. ديك الساعه اخويا انا حبيت نهضر على وزير النقل ولا وزير السلق، ما على باليش واش هكذا هضر. ريدكسيون فرنسا و 80 و 50%، هذا كذاب، سي مونتور نوطوار كذاب، اللي يامنوا على ريدكسيون تسمى يامنوا باللي خدموا لوطوروت، لوطوروت راهي صافيه يعني، كذاب سراق جيعان ماش تسميه كيما تحب. حنايا تسمى حنا يهود، ما عندناش علاقه مع الجزائر، مش عارف انا الجزائريه تشوف لاجونس ديكا سمعوا بينا، بعد جابوا لي زاجون سيكوريتي، حنا موالفين نكسروا ولا نهجموا ولا. المهم حنا على بالنا بلي ما كانش ريديكسيون حتى لون 3000، الخوارق دين تهناو لي بي تاعكم نشروهم 100% فول، ما قالش ينقص لك ولا يعمل، باسكو ما عندهمش طيارات، عندهم 9000 ستاف، 9000 خدام عندهم، معناتها كي يكون عندك 9000 انت منين يخلصوا هادو؟ وتنطروها كيما حنا هكذا حشاكم، لازم نشري بي غاليين باش يخلصوا الستاف تاعهم، فهمت كيفاش؟ شتا شركة تشري بي بتخلص بكارت دو كريدي ما يقبلكش، كاش والكاش ممنوع، الكاش ممنوع، علاه دوك يخبيو على الطاكس تاع هنا، باش الطاكس تاع الانجليز ما يحاسبوهمش، ما كاش دراهم ما يبانوش، ولا الحالة الثانية نصهم يروحوا في الجيب. هيدن فيز. فوالا كاين لي سوش لي بي ياك تعرف كيفاش. باش يبدي كراري نركب بورو ان شاء الله ما يصيرش اكسيدون دافيون برك، باسكو من بعد يبانوا العواير تاعهم. علاش؟ باش الحكومه تسمع. لا لا ان شاء الله يموتوا ما يموتوش الناس. لا لا الحكومه باش ينبهوها، بالك ما على بالهاش الحكومه، ما عندهاش ادن صغير يا اخي. الحكومه ما عندهاش ادن صغير، كي تكون الحكومه ما عندناش حكومه، حنا عندنا نظام، حنا عندنا نظام، حنا عندنا نظام فاسد. انا هنا يا اخي باش يخفضونا لي بيادو غير لي بروماس، طايحين لنا غير بلي بروماس لي بروماس، يدير لك يقول لك بلي كاين ريديكسيون، يرميو هادي تاكس، الناس تلحق على 4 نتاع الصباح، بعد تستنى واحد زوج سوايع يقول لك خلاص كلش راح تباع. بصح بينا يفهمونا واش كاين هادي، دوك الشعب عيا، كاين دي جون مع دي فامي نتاعهم لازم يقدروهم، يقدروا النساء، يقدروا الدراري، الدراري يحبوا يحطوا فاكونس، لا لا خويا. ها ناس يحبوا يروحوا يتزوجوا، ماذا بهم يحطوا للبلاد، ويا رايحه توجور لا روتين لا روتين. عينا رانا دايرين وقفه هنايا مع خاوتنا هنايا، وكاش ما يفهمون الحال وما يقيمونا شويه، هذا ما كان. وان شاء الله يوصل الميساج، واللي حكم المسؤوليه هذه ان شاء الله ربي يهديه وخلاص كما قال السيد. صحيح. السلام عليكم. سلام السلام عليكم. هذه وقت احتجاجية مع خوتنا الجزائريين موجودين في بريطانيا، نتمنى إن شاء الله رانا في كل سنة نوقفوا
ونوقفوا ما كاش نتيجه، مانيش عارفين الطريقه اللي نتعاملوا بها كيفاش دايره، ما على بالناش حنا، حنا ناس سلميين ونبقاو سلميين، وما كاش فينا اللي ربما نداءات هذه مش عارف كيفاش نديروها باي طريقه نديروها. نتمنى ان شاء الله يكون اذن صاغيه من طرف المسؤولين تاع الجزائري، وعندنا لائحه فيها المطالب راهي مكتوبه عند الاخ ان شاء الله يقراها عليكم، ان شاء الله يكون فيه تحسين في المستقبل ان شاء الله، ويكون ثاني وقوف ذلك من جانب اخواتنا ويحضروا بكثره ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. هي في المفروض معونه شويه في الجاليه الجزائريه، هي اكثريتهم ان الجاليه الجزائريه هم الشعب الجزائري هو اكثر، هو ما يخدم ما يتاجر، هما حابسين، هما ما كاش حتى ما كاش معونه فينا هنا في بريطانيا، وانا محتاجين معونه في من السلطات تعاوننا وتخفيض تخفيض قطع التذاكر في الطائره هذا ما كاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي. ايوا انا عندي قصه في هذا المشوار من بريطانيا الى الجزائر، والقصه تاعي هي راني اشتريت تيكت تاع باخره بسعر 612.50. مين شريتها؟ هذا شريته يعني كيما نقولوا حنا باش نروحوا في البابور لاسبانيا. لا، من بريطانيا الى اسبانيا. ايه لاسبانيا. ايه من بريطانيا اسبانيا، ومده 27 ساعه في البحر. 27 ساعه في البحر. ايه ب 612. واشتريت تيكت اخر من اسبانيا، من اسبانيا الى الجزائر، معناتها من اليكونت الى وهران، 8 ساعات في الماء او في البحر، اشتريته ب 1170 يورو. زوج مرات في السعر تاع زوج مرات تقريبا، تقدر تقول زوج مرات. والمشكله وراهي 27 ساعه في البحر ب 612، وفي الجزائر غير 8 ساعات بين اسبانيا الى الجزائر ب 1170 يورو. هذا شيء عجيب وغريب. نتمنى ان شاء الله من حكومه جزائريه تتسنت لنا وربي يهديهم ان شاء الله، ومن سي الوزير هذا الغول ربي يهدي ان شاء الله، وينقص لنا في التيكات بحول الله للجاليه الجزائريه، لان نحن ابطال، نحن اولاد، نحن جزائريين ابناء الجزائر ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نكونوا بخير وهما يكونوا بخير وفي الصحه الجيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء. جينا اليوم بروتيستي مع اللي بيا هذو اليوم غاليين تاع الجيري يا خويا. وشو انا البارح ديجا قبل ما نجي دخلت اونلاين على السيت تاع اير الجيري فيريفيد ديجا قبل العيد، ما كاش لقيت لو 29 نهار العيد اكزاكت ب 580 بوندال واحد، هذه ال 29 يا خويا ماهيش حاجه بعيده، روح اونلاين تشوف اير الجيري في جوجل تلقاها 580 على الواحد يا خويا، الغلا هذا بزاف. الا ما كنتوش حابين ترخصوا خلوا الناس، خلوا لي كونتيرون يدخلوا، كاين ايزي جات كاين راين اير كيما تونس كيما المغرب، مازال اير ماروك غالي شويه صح صح، هما ما قدروش ينقصوا بصح خلاو لي كونفيرون يدخلوا، خلاو ايزي جات يدخلوا، ايزي جات هبط معاهم 80000 صح، ما تقدرش دي معاك الباجاج بزاف صح يا خويا، اللي يحب يهبط وما عندوش دراهم بزاف 80 بوندا 100 بوندا يهبط البلاد ويهبط، تروح منا تروح منا لكندا 7000 سوايع في السما، وليسونس غالي على بارابور الجزائر، عندك 7 سوايع في السما وانت طير هادي كل ساعه يحط لك فطور، كل ساعه قهوه، كل ساعه غير 300000 الوغ كو حنايا زلقه برك زوج سوايع راك في الجزائر يحط لك ساندويتش برك ما يخسر عليك والو، ليسونس رخيص ب 500000 600000 كندا 300000 ها برايس، ودير دوبل على واش دير الجزائر. هذا ما كان يا خويا ربي يهديهم ان شاء الله. حرك يا صالح حرك حرك حركوا مع اصلاح حرك الاعلام ماشي نهار حد نعطيو لصالح كوريا دور تاع رياضة. سمعت ولا؟ ايه. الحين صوت كوريا هايا. يعطيهم ولا يعطيهم هما؟ هما يعطيهم ولا؟ خويا عبد الله. استهدروا برك حنا الجزائر. السلام عليكم. والله هنايا تضامنا مع يعني مع خاوتنا اللي هم داروا وقفة هنايا. لأنه لا أنا رأيي يعني بالإنسان باش يجي ضد الخطوط الجوية هذه شركة، أنا شركة وطنية. ولكن الانسان يجي يتضامن مع نظام مع خوتي، يعني انا رايي الانسان ما يجيش يوقف كونتر باش تنقص الفيه من 700 300 ولا 200، الانسان يروح ديريكت خاص يطلع صبعه وعوجه من الفوق، يعني البوليتيك تاع الدوله هذه كاع فستي في فستي، يعني حنا الاحسن لو كان توحدوا باش نشوفوا كيفاش نديروا حل باش تخرج من الازمه السياسيه هذه. ولكن ما نحكرش خوتي، حبوا يجوا
ندير وقفه نجي مع خوتي باش نشجعهم. هذه هي باش نتشاف باش نكونوا ان شاء الله بيناتنا نضامنوا بيناتنا. من الميراجيلي هما ينقصوا عليه ويديروا لنا لان صديق قادرين يديروها طيارة على الغرب طيارة الشرق تاع الجزائر والغرب وحده وهر وحده قصدينا ولا سطيف ولا ولا او موا تساعد الناس اللي بي ناقد استادير يقصوا البري تاعهم ويزيدوا خطوط جوية واحدة أخرى اوبن اوبن سكاي حاجة المهمة كاع أكثر منهم ولي ندوموندو هذا من دوموندو لينا نطلبوا بها وهي البي ينقص شوية راه غالي بزاف 500 فريمون حتى واحد ما يعطيكش سيتادير إلا الإنسان إلا الإنسان البي كان رخيص باريكزومبل وما واحد يروح دو فوا تروا فوا بار اون لاجيري بصح إلا كان 500 كان عندها زوج دراري ثلاثة أربع سنين بوي وي سيفي باش يهود دونك هذا بروبليم كبير هذا اللي نقدر نقول كل مامون إن شاء الله الله يجعل خير آمين الله في روحك. السلام عليكم. حنا رانا لهنا التجارية الجزائرية المفيد جينا على تيكت اللي كلمونا قالوا لنا 80% حتى 50% ما كان والو كلش كذب والناس هاك تشوف الناس بالاطفال تاعهم والعائلات دائما يسناو يسناو يعني التيكت ولا 500 يعني هذا الشيء مؤسف يعني الشيء مؤسف والجزائر ما تلقاش هذا السؤال من جهه الجاليه الجزائريه نطلبوهم من يعني اذا كانت عندهم بسهوله وامر خفيف يعني بسرعه يقضوا على هذا المشكل هذا يعني هذا ماشي مشكل الجزائريين الحكومه الجزائريه ماشي مشكل ليها يعني المشكل راه بين الخطوط الجزائريه هي اللي هي تعمل هذه الاشياء غاليه فونطوم يعني يعطيك صحه خويا اوكي صح. الاخ سمير مقيم بريطانيا هنا جينا باش نديرو بروتيست ضد الارجيري الاحتكار تاعهم حنا كاين خواتنا من تونس ومن المغرب يروحوا ب 70% حنا خمس مرات عليهم حنا نحاولوا يفتحوا لنا المجال الجوي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه كاين اقتراحات مثلا كاين بيس مثلا ياخذ مباشره من المغرب حنا علاش ما عندناش هذه الاوبسيون مثلا كاين اوبسيون واحده اخرى ثاني يديروا لنا باخره مره في السمانه كل صيف تروح منا من ليفربول لبورتموث للجزائر هذه هي المطالب تاعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. صالح واش قلنا خويا؟ والله غير ان شاء الله صالح يقول لنا هاد المسؤولين هادو يقراو هاد البريا ان شاء الله و قلنا يعني بلي جابوا سكيورتي وهذا الدليل على بلي بلاهم يسمعوا اون توك جابوا سكيورتي صالح هذا دليل بلاهم يتبعوا كلش في الكلام ان شاء الله يكون خير استقبلونا على كل حال بالرساله استقبلوا عادي لكن ان شاء الله يسمعوا ان شاء الله يكون خير يعطيك الصحه شوف لي بيت تاعتو شحال يديروا 100 كوندا موروكو 70 كوندا والجزائر 500 كوندا Thank you.